رئيس الجمهورية قيس سعيد يقول أنه باش يعمل نص قرار للتدقيق في مآل القروض والهبات اللي دخلت لبلادنا من الثورة وانتجاه، خاطر سمعنا بها لكن ما شفناهاش حقيقة احنا كمواطنين. أنا نسمع برك، نسمع هما ياكلوا، اللي يقبضوا ياخذوا ويصرفوا على عائلات ويملكوا منها، وما صح شيء للفقراء. عصابة تكتلت على البلاد تنفع في رواحها وتضر في شعب، وبعدش يقول لك الشعب يتحمل مسؤوليته. كيفاش تحمل مسؤوليته الشعب؟ كيفاش تمسح يديك فيه الشعب انت؟ وكيفاش تعيط للشعب يجي يقف معايا؟ خاطر انتخبناكم يجي يقف معاكم، ما نقفوش معاكم وما عادش نراوكم، ضريتوا الشعب كامل والجمهوريه كامله ضروها وخلاونا فضيحه بين الدول العربيه. وي معاه انا بيدي معاه ماذا بيا فهمتي، وعز حاجه عملها سيد الرئيس فهمتي، يشوف خاطر بين الفلوس هذه منهوبه، يعني فلوس كبيره جت يعني من شر العالم مد وعاون تونس، الفلوس ماهيش باينه على العباد استنفعت منها، لا الدوله استفنت منها، باينه فلوس سارقينها فهمتي، ومكثرية جماعه النهضه سارقينها، اللي دخل فهمتي اللي دخل يعاني ما عندوش فلوس في 10 سنين صبحت عندهم مش عشرات المليارات حتى مئات المليارات، هذه كلها فلوس الشعب معروفه. شنو نعملوا؟ ما عندك ما تعمل، شنو تعمل؟ تربى يديك والفقر يسفيك وينفض. الفلوس الصحاح قدموها. يا خويا انا بزو عليا، انا هاني معاكم لا تنسوني. انا في العمر هذا نقاشك البانو هذاك جيت البيلا نتاع قبل يخسر فيها الصابون. بيلا بيلا كي يخسر فيها الصابون. نركب فيها ونقطع. يقصر نقطع على الافريكان. اقسم بالله البلاد هذيا اللهم ربي سبحان، وقيس سعيد قاعد يخدم برجولي فيها، راهي عباد تسرق يا ودي. خي توتي قدام الحزب عن 270 حزب، هي بتبيع خذاو القدرات هذا مش تفرق على 270 حزب، علاه باش يلوجوا عليك انت وعلي انا فنان شعبي ما عطونيش حق وقدي، عندي 52 البوم في السوق حقي ما لقيتوش. ها شنو ما عندك ما تعمل؟ ها الهيبه اللي ياخذوها، هاي هيبه جايه تو تونس خذت فلوس تلفت كالعاده فقراء تونس. يعرفوها الفلوس اللي مشات بنوا بها القصور في اللاك، وشراوا بها ليوت، وشراوا بها الهناشر، وشراوا بها السواني، وقبل ما يشوف الفلوس اللي دخلت يشوف الفلوس الناس اللي خذت الفلوس. فهمتني؟ قبل ما نمشوا للواد في اخر ونبداو الواد من اولو. كان يجيني هنا تنعملوا ليست نتاع شكون عملوا قاوي في اللاك وشراوا ديار في اللاك. وتروزيام ايتاج عمل فيها بيسين في اللاك، يا اخي هذا الكل ما يعرفوش، هذا الكل هو ما يعرفش، ولي كونسي نتاعو ما يعرفوش. اسمعني يا سيد الرئيس، رانا نحبوك ونعزوك، اما ما تغطوش السمس تعرفوا شكون هز الفلوس. الهيبه كي تدخل في حساب الدوله، وهو ما يقع تحويل اعتماد. الهبه الخارجيه كي تجينا هبه من الخارج؟ الدوله تدخل، كي تدخل الدوله تدخل في الفون نتاع الحساب نتاع الدوله. سواء وزارة الداخلية ولا الخارجية ولا أي وزارة اللي دخلت، فهمتني؟ وهما يقع تحويل اعتمادها يبدلوها لجهة أخرى، فهمتني؟ هذيك هي أسباب اللي تخلي القروض الهبات ما هيش موجودة في أول حاجة ساعة عز حاجة عملها، لأنها دخل فيها اللي يجي الكل وناس كل شيخت، واللي عمل روحه سمسار، واللي عمل روحه في التنمية، واللي عمل روحه مؤيد، ولفت فيها للي يسكر للي يصلي، الناس كل حفترت به. اليوم كي باش نحاسبوا على البرنامج هذا هو واضح، اللي عمل يخلص، واللي ما عملش يكون بريء. والرئيس قال؟ قال راني انا مانيش داخل في القضاء، مانيش نقول هذا بتاعي وهذا تبعني. قال الحق امل حب الصراط اخدم خدمتكم. احسن فكره واحسن طريقه اللي باش يعمل بها السيد الرئيس هي هذه، هو المحاسبه نتاع القروض اللي خذوها وتخذات وتصرفت ومشات، لكن الشعب مرينا منها شيء ومرينا منها حتى اصلاحات. وهذه ناس اللي عملت هروب الالاف المليارديوات، الاف المليارات عندها في الكونت بتاعها منين؟ ما القروض هذه، وضيف لها القرض نتاع الصين نتاع سي بوشريكه، القرض هذاك المليون وينو؟ مليون دينار وينو؟ احنا حاشتنا بك القرض هذاك. بنا سيفه يحول من اعتماد الى اعتماد، قال صبوه وحولته
وين نحاولوا وقت فقت به المدونة ألفة. شكرا للمدونة يعطيها الصحة، وهذوما ناس فراق، وهذوما ناس نعرفوهم احنا، ومش هذه السرقة الأولى ومش هذه السرقة الثانية، وياسر سرقونا وياسر مشات وياسر. وين الفلوس اللي دخلت؟ وينهم؟ وقالوا زين العابدين بن علي خلى 5000 مليار، وينهم؟ يد واحدة ما تصفقش. منظومة هذه كبرت معانا من الخمسينات من عهد بورقيبة، بعد خلطت عليه بن علي لقاو نفسه. هذوما ناس عسست في البلاد، فينا نسبة مئوية كبيرة متاع توانسة مخلدين متربعين في البلاد، وهما اللي يعني اللي هم اللي عاملين العصاب في العزل ويسقطوا في بعضهم، وهما أساس الدمار. أما الفلوس المنهوبة هذه متأكد أنا 99% ما بين الأحزاب وعلى رأس النهضة والقضاة، خاطرش كلهم كل كتانة كما نقولوا احنا سلسلة مربوطة ببعض. انت كمواطن تونسي تحبش تعرف مصير الهبات والقروض اللي جاك؟ يلزمني نعرف كيفاش بلاد فلست ونحن عندنا الخضرة، عندنا البترول، عندنا الفوسفور، عندنا اللهم التكنولوجيا، عندنا الصناعة، عندنا كل شيء. عندنا يا ودي راهو شيء غريب، راهو أغنى بلاد في العالم هي تونس، كيفاش ناس ما لقاش متاكل؟ معقول؟ معقول؟ تو انت تقول لي الرئيس اللي يدخلوا على سيرة، نحن كشعب نحبوا نعرفوا، ما علاش في الاستفتاء 90 قالوا نحبوا رئاسي؟ خاطر ذاقوا الأمرين في 11 سنة من هذه التعددية. ظهرنا نحن حتى السياسيين والمثقفين موش أهل للتعددية، كل واحد يجبد ليه. اش عملنا؟ كما قالوا الناس فيك السفينة تكثر رياسها تغرق، هيك غرقت السفينة. اليوم الشعب يحب اخويا يعرف ما عليه وما عليه، وما عادش عنده ثقة في حتى أحزاب إلا في رئيس واحد ولا نظام واحد. وين المليارات اللي يشدوا فيها مهربة كل يوم فلوس، وواحد يشدوها كاميونات مليارات؟ وين؟ وين البرد؟ وين الفلوس اللي تعدت في البرد؟ وين الناس تخرج وتدخل وماشي قطر وماشي دراوين؟ رزق الأيتام ورزق المزمرين، شباب بالله العظيم وما نعرفش وعديها ولا نتعرف. الشباب تشوف فيه واحد ما ثماش شاب في مكتوبه 20 دينار، كي تقول له 20 دينار كأنك طلبك قلت له زوز ملايين. شباب بطال، شباب تحت الحيوط يستنى شكون يخلص القهوة. عيب عيب شباب نقريوه ويوريوه ونفتحوه على العالم ونشوف العالم ونشوف الناس ونشوف، ويجي هو يتخرج يجي تحت الحيط قريب يمد يده للطلبة، والله شيء يعمل نار. على أرض الواقع ما شفناش حاجة تزادت في تونس حقيقة تيلة العشر سنوات الماضية. التهور اللي صار وفاقد الشيء اللي يعطيه، وقت اللي أنت تجيب ناس، أنا نحكي لك هما اللي كونتراكتويل باش نعطيك انا حكايه ابعد من هكا. في عهد القانون القديم كانوا يبقوا 10 سنين لين يتمكنوا باش يدخلوا في الوظيفه العموميه ويترسموا، نقولوا بلغتنا الدارجه. جاوا هما في 2012 نحاوها ولا ردوها 4 سنين، هما ديجا عندهم 5 و6 و7 سنين رسموهم وعملوا لهم بونسمون دو غراد. العملية هذه قانونية؟ في نظريتهم هما قانونية، أما في القانون ماهيش قانونية. كي طلعوهم عملوا لهم بونسمون وعطوهم مسؤولية، والمسؤولية كي تعطى الإنسان ما يعرفش شنو تحبوا؟ ثماش واحد ما عندوش برمي وتعطيه كهرباء يسوقها؟ دخلها في حيط. وهذا شنو صار؟ دخلت في حيط. هما باش يغطيو الواحد هذا دز تونس في خطر، الاسلام في خطر، الواحد في خطر، ديما في خطر. وهما الخطر الرئيسي، هما لانهم هما سبب في الحكايه هذه. انا وصلت 37 سنه اداره، الخدمه نتاعي حافظها لهنا مش في الاوراق. جابوا واحد عنده كنت ما حكيت لك 4 سنين ولا 5 سنين يتحكم فيه. جيت انا بلوكيت له. عندوش شهادة علمية أكثر منك على الأقل؟ عنده أما براتيك ما يعرفهاش، لأن ثم خدم يلزمها براتيك أكثر من التيوريك. أنت ليه هكا؟ شو عملنا لكم؟ ما لزاش حقنا مهضوم، ما لزاش عاملين لوبيات لواحد ناحية في الضوء ولا خويا زيت في الماء ولا خويا زيت في السميد ولا خبي في البافارين ولا خويا ما خلاو شيء للعباد. تو كان عجبك هكا وزيد تحت صباط، تحب تاخذ حويجة؟ اجي معنا هنا
يعني يقضوا في العباد يجيو معاه. شنو هو الدولاب نتاع البلاد شحبلو؟ من الطرقات وخاصة وزارة الفلاحة، احنا مركزين على الفلاحة، الفلاحة هملوه من بن سالم ومن غيره ومن غيره ومن ومن كلهم، الكل واللي شد وزارة الفلاحة من الثورة لهنا الكل من زيرو تحت زيرو تحت زيرو.